تصور وفي لتقاليده لنتائجه الإيجابية هذا الموسم، تمكن من التنقل إلى بلعباس والفوز على فريق سريع المحمدية بحضور شبيبة الثورة فرضت سيطرتها منذ البداية أمام سريع المحمدية في اللقاء الذي احتضنه المركب الرياضي لسيدي بلعباس والذي لعب في روح رياضية تامة. ومحاولة زيدي بمقصية وكرة فوق العارضة لمرمى الحارس حمداوي ليرد عليه المهاجم حربية الذي ضيع فرصة حقيقية للتهديف. من جهته لاعب شبيبة الثورة بورديم توغل في منطقة العمليات مع اللاعب زيدي لكن فوت فرصة حقيقية لفتح باب التسجيل. مع حلول الدقيقة 41 وإثر تنفيذ كرة ثابتة تمكن اللاعب بورديم من منح التقدم لشبيبة الثورة بعد أن سكنت كرته شباك الحارس حمداوي. في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول يحيى شريف وحامية فشل في تعميق الفارق. في الشوط الثاني استطاع لاعب شبيبة الثورة من إضافة الهدف الثاني عن طريق اللاعب زيدي. مع نهاية اللقاء بدقائق قليلة قلصت عناصر سريع المحمدية الفارق بعد استفادتها من ضربة الجزاء سجلها بنجاح اللاعب يجدير. بقية المحاولات من كلا الفريقين لم تحدث تغييرا في النتيجة التي حسمت لصالح شبيبة الثورة ومرورها إلى الدور القادم من كأس الجزائر. إذن